فرحت في هذا الفلوس والله العظيم، أنا مسرورة جدا بارك الله فيكم، أنا فرحانة جدا في هذا الفلوس، استشفى أنا وزوجي إن شاء الله بإذن الله، بارك الله فيكم جزاكم الله خير. إن شاء الله هذا الفلوس دواء هذا الشخص إن شاء الله يا أختي زوجك. السلام عليكم يا أخوات أمه، الله يفرج همنا وهمكم يا رب مثل ما فرجت همنا، والله العظيم أنا هلا والله ارتحت هلا بكرة رايح على المشفى. بعتوا لي 1000 دولار الله يفرج همنا وهمكم يا رب، والله بكره رايح على المشفى. فرحتوني كثير والله. أهلا السلام عليكم. كيف حالك؟ الحمد لله. أوين؟ هذا واتساب. هذا لا مع جديد. هذا الشيء. ما هذا؟ هذا دواء. دواء زوجك. هذا شيء. في المساجد مطلوب الصدقه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ولالها شرفت له دد كان دد ولالها لعق سوديبي walaalaha umma la dhaho oo qeyr jacayl wanaag jacayl mar wadana qeyrka ka qayb qaato baabaan waxaan nuusan yahay wadnoo ka xanuunsan yahay aadan u liita markuu asugay kolay haday ii imaadeen waqt wax kasta qoraal waay indallaahi ka qoriin maktub indallaah waa wax kasta dadkan dad masaakiin waay walaalaha umma kaligood yaa lagu deynin إذا لعدي سو عابي كرت ضد كان لمبر كود واكاس وص عابن ويلين رقم كلن عادي واي لا بد رقم بو ولا سو حيير كرتين سي او سو عابسي ولا لا هو مركا عصون نقضو قبلي لعقت يسو قارتي واكون دولار وحي تري مقعينا لما شيغو مقعيين هالشيغين لوجي لا وح وبحسن ضد ولا لا نسكو سو دردر لعقت ام او دن وحي عيال كود كولي ويعيد مان طوري لعقتان كسعتا وانا كن دولار وحان ربا داتكاس ولا لا سيب وداد كان خاصة انو اسكو داوية وصود ديري لعقتاس مركا سدح ولال او كميد ايه ولا لها امة او دانيار ايه اه حنونسن ميعيسي ادي وحنونسيهين الى الهي عافيو مدى عاد ودرن او محمود لدهو محمود الى الهي عافيو ادرا مركان كوضع واي محمود خلينو وقالك إن إلهي عافيو إلهي كرجينينا إن شاء الله مركا كل ولود عينا سدح ولا لك عنونسا إيايق عيال ضوضة فتنتا مصائبتا قال ذا لما عيالك مسلمين تا أمد مسلمين تا وأدوك كنور دباتا فتنتا كجرا إن إلهي بريه لصدقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخوان عليكم السلام يا أخوان والله العظيم أنا بعازم مساعدة يا أخوان والله العظيم لي عملية قسطرة قلبية يا أخوان والله يعني وضعي سيء كتير يا أخوان والله العظيم يعني إيش مع
أفوت على الجوامع يا أخوان، المساجد، والله أطلب الصدقة 100 غصيبة أمشي، 100 غصيبة أمشي يا أخوان، والله العظيم وضع تعبان قلب، يعني 100 غصيبة أجيت لهنا يا أخوان، والله مشان العازي أجيت لهنا، يعني أخي عبد القادر والله العظيم مشان العازي، والله العظيم إنه وضعي تعبان تعبان كثير. الله يفرج علينا وعليكم. إن شاء الله ولا أركع في كيس دقيقة كسعدة. ماذا وقع؟ لأنه الدم. هاي جلطة دماغية. هاي تنزل دم جلطة دماغية عنده. والله. عندي ضغط شرياني. فانت علي والله الوضع تعبان تعبان كثير كثير. شرياني. الله يفرج علينا عليك يا رب. الله يعافيك. تعالى. ونحن والله يا أخوان والله وضعنا سيء. وضعنا سيء والله العظيم، لو ما وضع سيء والله ما يجلسون يا أخوان والله العظيم يا أخوان والله، يعني أنا أعملكم عن مساجد شان عملية وشان طعام لأولادي، شان فندق ما معي حق فلوس حق فندق، والله المكسور على الفندق 600 دولار يا أخوان، الله بيعلم الله بيعلم بحالة الواحد، والله أنا أولاد وأولادي جوزتي عم أطلع على المساجد شان نعمل حق طعام عملية لي يا أخوان، الله يفرج علينا وعليكم يا رب. إن شاء الله أخي أخوات أمة يرسلون فلوس 1000 دولار يقولون هذا الناس حالتهم سيئة، نريد أن نعاون لكي تذهب هذا الشخص مستشفى، فهمت؟ هذا الأسرة أبوهم لكي ذهبت مستشفى، إن شاء الله احسب هذا الفلوس. تحسب. بارك الله فيكم يا أخوان. تحسب أولا. 4 5 6 7 8 9 10 هاي 1000 دولار. ها؟ 1000 دولار. إن شاء الله هذا الناس كلهم يريدون مراد دعاء. الله يبارك فيكم. الله يشفيكم. الله يفرج همه وهمنا يا رب. آمين. فرج همهم يا رب بجامة المفرج عنا يا رب. الله آمين. يفرج همهم يا رب. آمين. الله يعافي أولادهم يا رب. آمين. الله يفرج همهم يا رب. آمين. إن شاء الله يا رب هيك. إن شاء الله ميزانات حسناتهم يا رب. الله يفرج كل هم فرج همنا يا رب الدولار. الله يفرج همهم همهم يا رب. بعافيهم عافي أولادهم. إجاس عافي أجوازهم يا رب. هذا الناس بعضهم 3 أشخاص هذا 3 أشخاص مريض. وشخص محمود هو مريض موجود هو مستشفى. نعم. الله ينزره بالشفاء يا محمود. الله يعافي محمود. الله يعافي يا رب. يعافي كل مريض وكل موجود يا رب وكل مسلم يا رب. يعافي أولاده. الفلوس الله يوفقه يسر أمره عافي عافي أولاده يفرج همنا همه يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخوان، بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم كل من ساهم بهذا الفلوس الله يبارك فيهم، الله يخلي أولادهم يحفظ أولادهم يحفظ أزواجهم، الله يحميهم يحمي بلادهم. بارك الله فيكم يا أخمام، إن شاء الله يا رب يكون بلادكم آمنة مطمئنة. بارك الله فيكم يا أخوات أمة، بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، أجروا ثواب عند الله إن شاء الله في ميزان حسناتكم. الله يشفيكم يشفي مرضاكم ومرضى المسلمين أجمعين، الله يشفيكم يشفي أولادكم يشفي مرضاكم، يخليكم يخلي أولادكم يحفظكم يا رب. بارك الله فيكم أخوات أمة، بارك الله فيكم يا أخوات أمة، بارك الله فيكم. والله العظيم نروح المساجد نطلب الصدقة والدنيا مطر ومطر والأرض كله وحل وطين، يعني نحن ما نخرج من البيت إلا في صعوبة والله العظيم، والناس حالهم صعبة حالهم زي حالنا. الآن كيف حالكم؟ لا يوجد معانا فلوس، والآن أنا فرحت في هذا الفلوس والله العظيم، أنا مسرورة جدا بارك الله فيكم، أنا فرحانة جدا في هذا الفلوس. استشفى أنا وزوجي إن شاء الله بإذن الله، بارك الله فيكم جزاكم الله خير. إن شاء الله هذا الفلوس دواء هذا الشخص إن شاء الله يا أختي زوجك. السلام عليكم يا أخوات أمة، الله يفرج همنا همكم يا رب مثل ما فرجت همنا. والله العظيم أنا هلا والله ارتحت، هلا بكرة رايح على المشفى، بعثوا لي 1000 دولار الله يفرج همنا وهمكم يا رب. والله بكرة رايح على المشفى فرحتوني كثير، والله بكرة رايح على المشفى إن شاء الله أدفع إيجار فندق، رايح على المشفى إن شاء الله تعالج إن شاء الله. الله يفرح قلوبكم يا رب. الله يعافيك يا أولادك يا رب. مثل ما فرجتوا همنا الله يفرج همكم. بارك الله فيكم جزاكم الله خير،
إن شاء الله عند الله تجدوا خير إن شاء الله بإذن الله. الله يحمي بلادكم، يحمي بلادكم بلاد الشام. بارك الله فيكم يا أخوان، أنتوا فرحتوا قلوبنا بارك الله فيكم. نحن من بلاد الشام الذي أوصى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، والله يزيدكم بركة ونعيم بارك الله فيكم. فارحم علي، فاغفر لي يا رب.